Are we mowing? Are we mowing? Are we mowing? Are we mowing? In the jungle, the mighty jungle, the mighty sleeps tonight. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الجزء الجديد اللي انا بصراحه لسه ما شفتش التريلر بتاعه، بس انا مش متفائل خالص، خصوصا اخر تجربه ليه كانت بصراحه يعني صعبه جدا. يعني هو معانا الجزء الثاني لفيلم او سلسله في افلام ذا لاين كينج، عندنا السبين اوف اللي اسمه موفاسا. يعني اللي عرفوا اصلا ان هو كانوا هيعملوا سبين اوف لذا لاين كينج هيبقى اسمه سكار، وده اللي انا كنت اتمنى ان انا اشوفه، لان حتى بعد ما شفت البوستر بتاع فيلم سكار اللي كانوا قالوا هيعملوه وبتاعه الكلام ده كله، فانا قلت ده هتبقى حاجه جامده فشخ ان احنا هنشوف سبين اوف لسكار والكلام ده كله. اذ نفوجئ من يومين ثلاثه نزل لنا التريلر لسلسله افلام، بقى هنسميها سلسله افلام ذا لاين كينج، اسمه موفاسا، واحنا هنركز اكتر على الكاركتر اللي هو موفاسا. فبصراحة انا مش متفائل خير، لان انا يعني على قد ما انا بحب ذا لاين كينج سواء النسخة العربية او النسخة يعني النسخة المصرية او النسخة الانجليش، بس انا دايما كنت بفضل النسخة الـ 2D او كنت بفضل النسخة الانيميشن الـ 2D اللي هي اللي احنا متربيين عليها، اللي هو الاسد الملك، يعني اللي حتى لما اتعملت الدبلجة فيه كان محمد هنيدي وناس كتيرة جدا. يعني انا كنت بفضل نوعية الكرتون ده، وعبد الرحمن ابو زهرة اللي هو كان واحد من افضل او هو افضل من جسد سكار من وجهة نظري في العالم كله، وده مش كلام انا او جايب الكلام ده من عندنا، ده الكلام اللي اتقال من ديزني نفسها. فيعني انا كنت اتمنى ان انا اشوف سكار اكتر ما انا اشوف يعني موفاسا، يعني ده اللي انا شايف من وجهة نظر. دنيا ملهاش امان، او انا كده حكون ملك الغابة ولا حيطلع عليك يوم تاني ودان. عيب قوي يطلع عليك كده يا جلالة الملك. كوي انا اسف، بطل هبل نخش في التريلر، انا اسف خدتني رجعتني، حسيت انا رجعت الطفل لثانية، انا اسف معلش اعذروني. يعني هنا مقص عرايس بيت ترص. موفاسا هو من اخراج باري جينكنز ومن كتابة ليندا وولفرتون. انا مستغرب ان الاخراج المره دي لباري جينكنز، لان باري جينكنز ده اصلا يعني مخرج تقيل، وهو المخرج اللي كان كاسب الاوسكار عن فيلم مون لايت ايام الحادثه بتاعت مون لايت ولا لا لاند والكلام ده كله. فهو انا مستغرب ان باري جينكنز هو المخرج، انا افتكرت ان المخرج هيكون جون فافرو، يعني افتكرت ان هو هيكون نفس المخرج بتاع الفيلم القديم، مش اللي هو بتاع 94، نفس المخرج قصدي اللي هو كان بتاع الفيلم اللي كان من كام سنه ده 2019 ده، جون فافرو. فافتكرت هو ده هيكون هو المخرج يعني تكملة لسلسلة افلام ذا لاين كينج، فغريبة قوي ان هم جابوا باري جينكنز، يعني ما كنتش متوقع. وبعد كده صراحة يعني مش عارف، يعني حاسس ان قصة موفاسا على قد ما فيلم لاين كينج يعني فيلم ملهم بصراحة لينا احنا كأطفال وكده، فككم العبط يعني الواحد كان بيعمله، بس يعني بجد فيلم ملهم فشخ، يعني بالذات حتى اللي بالدبلجه المصري، انا ممكن اقعد اتفرج عليه دلوقتي تحس ان انت طفل قاعد يعني بتتفرج وانت قاعد بتستمتع. يعني انا ما عنديش مشكله، يعني انا الفيلم اللي هو ذا لاين كينج ده لما نزل 2019 يعني انا اتفرجت عليه اقسم بالله كنت قاعد يعني حرفيا بسيب من اللي انا بتفرج عليه، لان حسيت انا بتفرج على حاجه في ناشونال جيوغرافيك حرفيا. رحت مخلص الفيلم من هنا، رحت متفرج على النسخه المصريه الدبلجه اللي هي بتاعت 94، يعني اللي هي حرفيا لحد النهارده تضربها بالجزمه. يعني انا في البطوله ايرون بيير هو اللي هيعمل صوت موفاسا، ومعانا سيث روجن برضو نفس عودته للكاركتر بتاعنا اللي هو بومبا، وجون كاني في رافيكي، ومادز ميكلسون في شخصية كيروس. Who the hell is كيروس؟ I don't know who is كيروس. اوكي انا دورت على الدور اللي هيعمله مادز ميكلسون وشخصية كيروس، هو شخصية جديدة من نوعها، شخصية ما كانتش موجودة في الافلام اللي فاتت، وهو هيكون شخصية اسد يعني، بس الاسد ده ما كانش موجود في الاجزاء القديمه، او ما اعتقدش ان احنا تعرفنا عليه في الاجزاء القديمه يعني، عشان كده انا استغربت ودخلت ادور يعني. بس نفس الممثلين موجودين، يعني هم نفس الناس، داني دونالد جلوفر هو حتى في دور سيمبا، وبيونسي في دور نالا، نفس الناس يعني يعتبر نفس الناس، وبريستون نيمان في دور زازو، هم نفس الناس بتوع الجزء اللي هو بتاع 2019، يعني بيلي اتشنر في دور تيمون. ف هما بس كام واحد هما اللي اتضافوا جديد. انا حاسس ان مادز ميكلسون هو اللي هيكون هو الفيلن، يعني شكله فيلن، مادز ميكلسون ما بيطلعش غير فيلن بصراحه يعني.
فمعرفش التريلر ممكن انتظر منه ايه. انا عن نفسي بصراحة انا قبل ما اشوف التريلر مش متفائل خير، يعني لو هم هيكملوا نفس السكة اللي هي بتاعت اللايف اكشن اللي هم عايزين يعملوها دي بصراحة انا مش عجباني. يعني شو اصلا ممكن افتح ناشونال جيوغرافيك وقعد اتفرج على اسود زمان عايز، يعني انا مش شايف اي حاجة جديدة. فعامة الله اعلم ممكن الجزء ده يغير رأينا، خصوصا ان الجزء ده قالك ملوش في حاجات انت ما شفتهاش من الاجزاء القديمه فهتشوفها في الجزء ده. فانا عايز اعرف ايه الملهم قوي في قصه مفاسا ان انا اتفرج عليها في فيلم مستقل لوحده، في خصوصا انا ما اعرفش حتى كمان احداث الفيلم دي هتدور فين. يعني هو مفاسا سبويلنج اليرت يا جماعه اللي ما شافش لاين كينج، بس هو مفاسا طبعا مات في الاجزاء القديمه او في الجزء القديم بتاع 94 او في بتاع 2019 ده، فهو مات. فوش القصة هتتكلم عن مفاسا قبل موته يعني، وهو طبعا وهو سيمبا صغير يعني، فطبيعي يعني. فاحنا برضو هنشوف، انا شايف ان احنا هنشوف احداث مكررة يعني، انا مش شايف في اي حاجة جديدة. يعني احنا استفدنا ايه؟ معلش يعني انت كده رجعتني تاني الاحداث الفيلم القديم. فانا عامة ما شوفش التريلر ولا مرة اشوفه معاكم دلوقتي الاول مرة، وهو برضو تيزر مش تريلر لفيلم مفاسا لايون كينج. يلا بينا. On the other side of the light, a lion was born without a drop of nobility in his Mufasa. اللين مانويل ميراندا برضو معاه في السونجز. انا بصراحة التيزر مش عاجبني خالص، انا برضو ما فهمتش هو الفيلم ده يعني بيدور احداثه في ايه بالظبط. يعني هو تقريبا بيدور احداثه قبل تقريبا كمان الجزء الاول، يعني احنا شفنا الجليد ده، الجليد ده ما كانش موجود الجزء الاولاني، فهو غالبا الفيلم ده بيدور احداثه قبل الجزء الاول. بس في حاجات في التريلر احنا شفناها دلوقتي كانت موجودة اوريدي في الجزء الاولاني اللي احنا كنا شفناه. يعني الصراع اللي كان لما سكار زعق، ولا مش عارف كان سيمبا راح مزعق فالضباع كانت نزلت، والحيوان الجاموس ده اللي كان نزل وقعدوا يجري وراه، ما في احداث احنا اوريدي شفناها. فده انا مش فاهم، انا مستغرب جدا، يعني انا مستغرب جدا ان في حاجات اوريدي احنا شفناها في الفيلم الاولاني برضو هتتعاد في الفيلم ده. فانا مش قادر افهم ايه الفكرة ان انت هتحطهولي تاني في الفيلم ده، وايه فكرة ان انت معرفش، انا مستغرب فشخ. مجرد كاش جراب مش اكتر يعني. انا حاسس ان جون فافرو حتى يعني سبب من الاسباب ان هو شكله ما اخرجش الفيلم ده ان هو يعني عنده نفس وجهة نظري في الموضوع. انا شايف كده يعني اللي هو كمجرد حلب لسلسلة افلام لاين كينج وخلاص. فأصلا انت بالعقل وبالمنطق ليه هخش اتفرج على احداث فيلم يعني قدمتها لي مرتين، مره لايف اكشن ومره في 94 ودلوقتي بتعملها لي تاني في 2024 برضو بتكرر لي نفس الموضوع. احداث الفيلم هتدور قبل الجزء الاول، بس في حاجات انا شفتها دلوقتي في التريلر هتتجاب هي نفس الاحداث اللي حصلت في الجزء الاولاني. وبعد كده مفاسا على قد ما هو شخصيه ملهمه جدا لسيمبا والكلام ده كله، ده اللي تعمله فيلم. يعني انا شايف ان مفاسا مش ده اللي تعمل له فيلم. يعني مثلا سكار وهو صغير، مفاسا وهو صغير انا ما كانش هيبقى عندي اي مشكله الصراع ما بين مفاسا وسكار، انا شايف ان دي كانت هتبقى حاجه كويسه. يعني كمان اللي انا مستغربه ان هم قالوا هيعملوا جزء كمان للفيلم ده، بس غالبا ما اتقالش اي حاجه لسه التايتل اندر بروجكت، بس ما اعرفش الله اعلم هيبقى تكمله للفيلم ده برضو ولا هيبقى سكار زي ما انا كنت قايل في الاول، الله اعلم. يعني عامه ده تيزر مش اوفيشال تريلر، فانا مش هديله نسبه ترقب. بس انا بصراحه يعني من اللي انا شايفه انا ما عجبنيش. يعني انا كتريلر وايز يعني حيوانات والكلام ده كله شكله معمول كويس، بس كموفي بصراحه مش بلعه خالص، مش داخل دماغي خالص. والجزء الاولاني بتاع 2019 ده كان وحش فشخ، يعني الريبوت لللايف اكشن اللي بتاع الجزء الاولاني بتاع 94 ده بصراحه كان وحش فشخ. انا مش شايف من وجهه نظري يعني حرفيا صرف ناشونال جيوغرافيك صرف يعني. بس زي ما قلت ده تيزر، انا مش هدي نسبه ترقب. حسنا الاوفيشال تريلر نديله نسبه ترقب ان شاء الله باذن الله لما ينزل. هو المفروض هينزل السنه دي في 2024، وانا عن نفسي لحد دلوقتي نسبه ترقبي للفيلم المبدئيه خالص مفيش، يعني مش هتبقى فيه، يعني مش هتتعدى 2% حتى، يعني مش هتعدي سوري ال 2.2 يعني. بس هشوف الاوفيشال تريلر، يمكن الاوفيشال تريلر يغير رايي والله اعلم. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم مفاسا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب.
تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقه عجبتكم تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل الثانيه اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. لو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك تيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.